السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة ديالي عايزة سبات. اليوم بما أن العيد على الأبواب إن شاء الله، قررت أنني نتقاسم معكم الحلويات اللي كندير ولا الشكيلات اللي كندير. وهذه المرة جبت لكم الحلوة ديال التمر أو معشوقة الجماهير اللي كيعرفها أي واحد فيكم، غير كل واحد وكيديرها طريقته. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه وبهذه المقادير، لان غادي تعجبكم بزاف بزاف. كتجي رطبه هشيشه، وحتى ديك العماره ديالها كتجي فيها واحد المذاق رائع جدا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وعلى بركه الله غادي نبداو. اول حاجه بديت بها العقده ديال التمر اللي انا وجدتها في الدار. عندكم اختيار بانكم تشريوها. انا هنايا شديت التمر، حيدت ليه العظم ديالو وخليته كيتبخر في الكسكاس مزيان حتى كيف ولا بحال في الصوره. هنايا احتاجيت نص كيلو ديال العقده ديال التمر، 3 المعالق ديال اللوز مقلي ومهرمش ولا مقلي ومطحون، معلقه كبيره ديال الزبده اللي دايبه بدرجه حراره الغرفه، جوج المعالق كبار ديال السكر كلاصي، ومعلقه صغيره ديال القرفه. هاد المقادير بالنسبه للحشوه ولا بالنسبه للعقده ديال التمر. هنايا اختاريت شويه ديال الكوزه وشويه قبيصه ديال القرنفل مدقوق، كيبقى شيء اختياري، ولكن القرنفل كيعطي واحد المذاق روعه في هاد العقده ديالنا، لا هو ولا الكوزه. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه وما غاديش تندموا. ممكن نضيفوا كاع هذوك المقادير ديالنا على ديك العقده ديال اللوز. ممكن تطحنوهم مخلطين منين تبغيو تطحنوا ديك العقده ديالكم، ممكن تخلطوهم بحال هكذا، تعجنوهم مزيان بيديكم. فانا هنا غنخلط كاع المقادير حتى كتجمع ليا هذيك العقده وكترجع كتجانس هذيك المكونات ديالها، وكنخليها على جنب وندوزو باش نحضروا العجين ديالنا. كيف شفتوا راه الطريقه سهله بزاف بزاف، وكنزيد نعاودها بالنسبه للناس اللي مبغاوش يديروا عليهم الخدمه بزاف، يشريوا العقده ديال اللوز ديال التمر ويخدموا بها نيشان. هنايا من بعد ما خلطت هذيك العقده ديالي ولا هذيك العماره، غادي ندوز للعجين اللي غنحتاج ليه 250 غرام ديال الزبده. كي كتشوفوا انا راه درت هذيك الباكيه. احتاجيت هنايا كاس صغير، ولا كيف ملي كنقول كاس عبروا بالكاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي، زدت عليهم بيضه وحده ونص كاس ديال الزيت ما كاملش، يعني الربع ديال الكاس، قبيصه ديال الملح. وغادي نزيد على المكونات ديالي نص كاس ديال الماء الزهر، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات، والدقيق ما غاديش نعطيكم زعما شحال هز ليا، ولكن نتوما غديروا عينكم ميزانكم حتى كتبقاو تخلطوا حتى كتنشف لينا ديك العقده ولا حتى كتجمع لينا ديك العجينه. انا هنايا هز ليا نص كيلو شي شويه ديال الدقيق، ممكن على حسب الدقيق واش كيشرب ولا لا. المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف اللي غتشوفوهم بالتدقيق. كي كتشوفوا العجينه ديالنا كتكون رطبه بزاف، ما كنقصحوهاش بزاف، كتبقى رطبه حتى كيتجانسوا لينا دوك المكونات، وكنبداو على بركه الله في التحضير. دابا غادي نديروا كويرات صغيره من هذيك العقده ديال التمر، وكذلك من العجينه، باش كيسهل علينا منين كنبغيو نبداو الخدمه. اول شكل اختاريته لكم هو بهذا الطابع هذا، ممكن تختاروا اي شكل عندكم، ممكن ديروها عاديه بلا كاع الطابع بلا والو، كتعمروا كديروها طويله ولا على شكل هلال. كيف شفتوا هذا الشكل سهل بزاف بالنسبه لهذا الطابع، راه حتى هو موجود، يعني ممكن تشريوه في كاع المحلات، كاين في المحلات التجاريه هنا بالنسبه لبنات اوروبا، كاين في اكسيون، وبنات المغرب راه موجود الخير، يعني دوك الطوابع كيف كنقولوا حنايا راه موجودين. كي كتشوفوا هنايا درت هذا الشكل الاول على شكل وريضه، كيجي زوين. كاين الناس اللي كيغلطوا العجينه باش ما كيبانش لكم ديك العقده لتحت، انا كتعجبني انها تبان. ما لكم الاختيار واش كتزيدوا العجينه باش كتخبيو ديك العقده، انا بالنسبه ليا كندير قد العقده قد هذاك العجينه باش كتجيني عامره بزاف وكتجي فيها العقده لداخل كثيره. الشكل الثاني كي كتشوفوا كندير دوك الدوائر بالعجينه، وكندير دوك المستطيلات ولا كنطول هذيك العقده ديالي، كندير المهم داك الشكل التقليدي اللي معروفه به الحلوه ديال التمر. وكنبدا كنرشم بهذاك المرشم اللي عندي، وكنديرو ضروري في الدقيق باش ما كيلصقش ليا في العجينه.
بالنسبة للشكل اللي انتم كديروا لكم الاختيار، انا كندير هذا الشكل اللي بسيط سهل ممكن اي وحدة فيكم تطبقه، يعني ما كان صعبش الامور، كتجينا هكاك بحال شي ضفيرة وصافي. دونك ما كنزيدش عليها بزاف، ما كنعقدش الامور كيف كنقولوا، باش كتجينا سهلة وكنسربيو دغيا. انا غادي نعاود معكم شكل اخر باش تشوفوا الطريقة. كي كيقولوا لي انا ديما كنقول الفيديو يشرح نفسه، ممكن تشوفوا في الفيديو راه الطريقه سهله بزاف، ممكن تخليوها حتى هكذا لان في الاخر كديروها في سكر كلاصي بلا كاع ما ديروها بالطابع ولا بلا ما تزوقوها بداك المرشم، يعني كتخليوها بحال هكذاك وديروها حتى هذه امكانيه. الطريقه كيف شفتوا كندير بحال شي ورقه ولا بحال شي، كتجي بحال شي بليغه في الاخر. بصراحه الطريقه سهله بزاف، انا ديما كنقلب على الطرق اللي ممكن اي واحد اي مبتدئه انها تجربهم. هنايا كنبقاو نضغطوا بزاف لبنت لينا شي بلاصه بانها ما متراسياش مزيان. المهم كنكملوا العجين ديالنا على ديك الطريقه، وكنكمل انا ديجا كملت الطاوله الاولى كملتها بهذيك الطريقه اللي وريتكم في الاول بدوك الوريضات، وكندخلوهم للفران تقريبا 20 دقيقه 15 حتى 20 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. ولكن ديما نردوا البال كيف كنقول ديما راه كل فران هو صراحه الشكل ديالها كيجي زوين وكتجي حتى خفيفه في المذاق، كتجي هشيشه كتذوب في الفم ما غاديش تندموا الا جربتوها. انا هنايا غادي ندخلها للفران كيف قلت لكم ما بين 15 حتى 20 دقيقه حتى كنشوفها بانها تجمعات، كنخليها واحد شويه وكنبدا نديرها في سكر كلاص. المهم تلاقاو من بعد ما نخرجها من الفران. هنا من بعد ما خرجت الحلوه ديالنا اخر طاوه، فتبارك الله خرجت لي بزاف ولا كميه كبيره، وخدرت غير نص كيلو من اي حاجه خرجت لي كميه كبيره يعني كافي جدا. كي كتشوفوا ممكن تخليوها حتى بلا سكر كتجي، وحتى كيف قلت لكم في الاول عندكم الاختيار واش تكثروا العجينه وما تبقاش تبان لكم ديك العقده او انها كتبقى تبان. انا كتعجبني تبان لان كيبانوا دوك الوريضات. صافي غادي نديرها في سكر كلاصي وغادي تشوفوها معايا في التقديم او في الصوره النهائيه لان التقديم غيكون حتى نهار العيد ان شاء الله. الطريقه البنات بغيت نقول لكم نفس الطريقه كنديرها حتى بالنسبه للحلوه ديال اللوز، الا بغيتوا ديروها بنفس العجينه كتجي صراحه زوينه بزاف. المهم هذه هي الحلوه ديالنا، كنعتذر على الصوره لان كاين الضو، كنت كملت انا بالليل يعني ورا الفطور عاد كملت. كنت درت الشكل الثالث كي كتشوفوا بالحق هذاك ما صورتوش، كتشوفوا كتجي بسيطه وكيجيو بحال شي بليغات، كتجي عامره من الداخل وكتجي رطبه 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 بزاف. واخا نوصفها لكم كيف ما وصفتها ما غاديش تتوقعوا الصراحه، بنينه بنينه بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتجربوها بنفس الطريقه اللي حطيت لكم. كيف قلت لكم هي ماشي شي حاجه جديده، غير كل واحد وكيديرها بالطريقه اللي كتعجبو، كل واحد كيديرها بالطريقه ولا بالمقادير اللي كتصدق ليه. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزازين عليكم، وما تنساوش تدعموني، كنشكركم بزاف بزاف. والناس اللي يلاه انضموا للقناه ما تنساوش دقوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. ان شاء الله في الايام المقبله غادي نحط تشكيلات اخرين اللي غادي ندير، غادي نتقاسموا معكم ماشي شيء محدد، ولكن اللي غادي ندير انا في الدار غادي نحطو لكم نتوما.
نتمنى لكم نهاركم مبروك ولا أمسية سعيدة كيف العادة على حسب إمتى كتشوفوا الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تشوو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 و